السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس صحتكم مليحه. جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاوتي راني في تركيا باش يعني تعرفوا بلي رشيد راه يجيبكم المعلومات الصحيحه خاوتي. يعني كاين بزاف ناس راهم يهضروا على الخدمه في تركيا خاوتي. الخدمه هنايا في تركيا كاينه مش مكانش، وانما خاوتي صعيبه بزاف، ويخدموا تقريبا 12 ساعه، يعني راح يتعبوا بزاف خاوتي، فهمتوني؟ يعني الناس اللي يقولوا لكم بلي الخدمه كاينه، وي كاينه، مي بصح راهي صعيبه خاوتي، صعيبه ياسر، وتقدر كيما نقولوا حنا تقدر تخدم 12 ساعة، وفي لا فين كونت يعني الخلاص ما راحش يكون بزاف، راح جوست تصرف برك، يعني راح يجيك فقط في المصروف. يعني عموما خوتي راح تخدم فقط على الماكلة والشراب، فهمتوني؟ لا ماجوريتي الخدمات اللي موجودين هنايا كاين الخدمات تاع كيما نقولوا حنا تاع الخياطة، فهمتوني؟ وفي البريود الاخر هذه كانت كاينه واحد الحمله، يعني لا ماجوريتي تاع المعامل تاع الخياطه ما بقاوش كاينين، يعني ولات الخدمه صعيبه خوتي في البريود هذه. ما ننصحش الناس اللي راهم حابين يشوفوا تركيا من اجل العمل، يعني تركيا فيها فقط السياحه، الدراسه، العلاج، باغ اكزومبل الهجره، فهمتوني؟ يعني ما بقاتش بلاد تاع واحد يستقر فيها، والله بلاد تاع واحد كيما نقولوا حنا يخدم فيها ويحسن من روحه، فهمتوني خوتي؟ يعني هذه معلومه رسميه واوفيسيال، ماشي تجوا لهنايا راح تتصدموا، يعني ما تلقاوش خدمه ولا تلقاو خدمه صعيبه، والله تقولوا يعني ما عطوناش الحقيقه، لازم انا خوتي نعطيكم الحقيقه، فهمتوني؟ هذه يا خوتي ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، بارك الله فيكم، انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، سلام.